مرحبا وأهلا فيكم بقناتي. وصفة اليوم هي وردة النيوتيلا. حأعمل عجينة كتير طيبة وطرية مع طبقات النيوتيلا واللوز المحمص، حتكون كتير طيبة. مكونات هيدي الوصفة مكتوبة بأسفل الفيديو، وما تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا. وهلأ خلينا نبلش. عندي هون حليب دافي، ضفت له سكر وخميرة، رح حركن كتير منيح وحطن على جنب لحتى الخميرة تتفاعل. رح استعمل اليوم العجينة، حطيت فيها كمية من الطحين، ضفت لها السكر، الزيت النباتي، زبدة دايبة، رشة ملح. رح استعمل هون صفار البيض اليوم بهيدي الوصفة، بس بياض البيض رح خليه لأن رح استعمله بآخر الوصفة. وآخر شي رح أضيف خليط الحليب والخميرة. شفتوا كيف تفاعلت عند الخميرة؟ أخذت تقريبا 5 إلى 7 دقايق. هلأ ببدأ بعجن كل المكونات مع بعضها لحتى ينخلط كل شي وتتماسك عندي العجينة وتصير عندي عجينة طرية مثل ما عم بتشوفوا. عجنوها لمدة 10 دقايق. فلما انعجنت عندي العجينة وصارت ناعمة وكل شي متمسك مع بعضه، رح شكلها شوي بإيدي على شكل كرة. عندي هون وعاء حطيت فيه شوي من الزيت النباتي، حطيت فيه العجينة، وهلأ عم قلبها لحتى يصير عليها زيت من كل الجهات وما تنشف معي هي وعم تنفخ. بغطيها وبحطها بمكان دافئ لمدة 1.5 ساعة. بهالوقت رح أقطع شوية لوز. هون أنا عم قطعهم لقطع صغيرة، وحتى إذا عندكم شرايح مش مشكلة كمان فيكم تستعملوهم. رح حطهم بمقلاية صغيرة، وبعدين على نار متوسطة رح قلبهم شوي لحتى يكتسبوا لون ذهبي. فلما يكتسبوا هيدا اللون الحلو بشيلهم وبحطهم على جنب. بعد تقريبا 1.5 ساعة العجينة عندي اختمرت وتضاعف حجمها. بحطها مباشرة على سطح مرشوش طحين وبقطعها لأربع قطع متساوية. هلأ رح شكل كل قطعة لكرة بهالطريقة، وبعد هيك بواسطة الشوبك رح أبدأ مد كل قطعة. رح مد كل قطعة لدائرة، تقريبا قياس الدائرة لازم يكون بين 20 و25 سنتي. فشوفوا عندي هذا القياس كتير منيح. رح حط أول قطعة على صينية فيها ورقة خبز وانتقل لحتى رق قطع العجين الباقيين. هون أنا رقيت القطع الثلاثة الباقية. هلأ رح أبدأ مباشرة بحشوة النيوتيلا. لكل طبقة رح يلزمني تقريبا لربع كوب من النيوتيلا، بفردها كتير منيح بشكل متساوي، بس بترك تقريبا 1 سم على الأطراف. هلأ بغطيها بطبقة عجينة تانية وبحرص على أنه أطراف العجينة يجوا على بعض هالطريقة. وهلأ رح حط الطبقة التانية من النيوتيلا، كمان هون حيلزمني ربع كوب، بفردها بشكل متساوي وبخلي 1 سم على الأطراف. بهيدي المرحلة أنا رح حط اللوز المحمص. بحب حطه بس على طبقة واحدة، لأن إذا كان أكتر من هيك بحس حيكون كتير تقيل. هلأ بغطيها بالطبقة الثالثة من العجين، وكمان بحرص على أنه الأطراف يجوا على بعض. وبعدين رح حط الطبقة الثالثة والأخيرة من النيوتيلا، بفردها منيح، بخلي 1 سم على الأطراف. وآخر شي رح أغطيها بالطبقة الأخيرة من العجين وبيكبس الأطراف مع بعض. هلأ رح استعين بفنجان صغير بحطه بالوسط، ورح أبدأ أقطع العجينة أو الدائرة لأرباع. قطع على أرباع متساوية مثل البيتزا بهالطريقة. بعد هيك كل ربع حصلت عليه رح قطعه لاثنين بهالطريقة، وأكيد احرصوا قد ما فيكن لحتى يكونوا متساويين. وهون وظيفة الفنجان إنه يحدد لي وين بدي أقطع لحتى يبقى دائرة صغيرة بالوسط آخر شي. هلأ من بعد ما صار عندي 8 مثلثات، كمان رح قطع كل مثلث لاثنين، وهيدي المرة الأخيرة يلي حنقطع فيه. كمان احرصوا على انه يكونوا متساويين. ولما نخلص اخر شي من التقطيع لازم يكون عنا 16 مثلث متساوي. هلأ رح ابدأ شكل المثلثات. رح اخد كل مثلثين حد بعض ورح ابرمن برمتين، هيدي اول واحدة وهيدي التانية بالطريقة، وبعدين دغري بلزقن ببعض. هون لفينا المثلثين مرتين. هلأ رح فرجيكن كيف بتقدروا تلفوها 3 مرات، هيدي مرة وهيدي التانية وآخر شي التالتة، وبتلزقوا الأطراف مع بعض. هلأ انتو حسب كيف بتقدروا، إذا بتقدروا تعملوها مرتين عملوها، إذا بتقدروا تعملوها 3 بيكون أفضل، عشان أنا بحسها بتكون أجمل. فهيدي آخر مثلثين كمان عملتها 3 مرات. ولتلزقوا الأطراف فيكن تستعينوا بشوية مي إذا ما لزق عندكن. هلأ بغطيها وبخليها ترتاح لمدة 20 دقيقة. بهالوقت عندي بياض البيض اللي بقى عندي بأول الوصفة، ضفت عليه شوية مي وفانيلا، بحركن كتير منيح. بواسطة الفرشاي رح أدهن في وردة النيوتيلا هون عندي من بعد ما ارتاحت لمدة 20 دقيقة. بحرص على أني أدهنها كلها بخليط بياض البيض لحتى يعطيني لون حلو.
وهون الفرن لازم يكون حامي على درجة حرارة 180 سلسيوس أو 350 فهرنهايت. فهلأ بدخل الفرن لمدة 25 دقيقة، وهيدا شكلها لما تخرج من الفرن شكلها رائع بكل معنى الكلمة. شوفوا كيف طرية، رح حطها هلأ على صحن التقديم، وورقة الخبز من تحتها رح تنشال بكل سهولة مثل ما عم بتشوفوا. وصفة رائعة وكتير كتير طيبة، والريحة ولا أروع من هيك. وأكيد الفيديو ما رح يخلص إلا لفرجيكم من جوا كيف حتكون. هلأ رح قطع قطعة منها، شوفوا كيف طرية وكتير كتير طيبة. شوفوا الشوكولا كيف دايب، شوفوا كمان اللوز المحمص يلي حطيناه بالوسط، عن جد كتير روعة. والعجينة ولا قطرة من هيك، عن جد مثل الخبز بالشوكولا يلي بينباع بالمحلات. فبتمنى عليكم انه تجربوها مثل ما شفتوا، كتير سهلة. واذا عجبكم هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتشوفوا فيديوهات الباقيين، وانا بشوفكم بفيديو تاني. باي.